مشاهدينا الأحبة، ضيف حلقتنا لهذا اليوم ملك السينما العراقية الأستاذ ضياء البياتي. صباح الخير أستاذ. صباح النور. شلونك؟ شلون الصحة؟ الله يسلمك، حياك الله. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، نورتنا اليوم، صباحنا اليوم. صباح الأنوار، صباح الورود، الله يحفظكم. الله يسلمك. الله يسلمك. تسلم أستاذ. تسلم أستاذ. عرفنا أكثر عن حضرتك أستاذ. أنا يعني بدايتي في السينما من كنت أنا صغير، كنت أحب أباوع. ماكو كانت سينما يعني بالثلاثينيات، 37 38 وبالأربعينيات بدايتها كان أكو صندوق الولايات يسموه، يفتر في المدن والقرى، وكنت أنا أخذ يوميتي فلسين وأعطيها لهذا حتى يومية من يفوت أباوع. هو بالطبع شريط، مو سينما، شريط مال ورقي، ويفر ويصيح انظر يا سلام، شوف عينك بالتمام، شوف عنتر وعبله، وشوف شيبوب شلون يركض. هو عنده فد نغمة يعني خاصة بي، خاصة بي. فأباوع هذه هي السينما مالتنا. بعدين صارت جتي بنو التجار شافوا السينما أو دور السينما، شافوا بيها وارد، بيها مسألة ربح، والتاجر دائما يفكر، الذكي يفكر بالربح. فبنوا سينمات، سينمات يعني في الحلة مثلا، كنت أنا بالحلة وبطويريج بالهندية، سينما صيفي تعرض أفلام، تجيب أفلام من بغداد ويعرضون أفلام. أنا سبتوتة وما الفريد الأطرش، ما قبل الأفلام القديمة، محمد عبد الوهاب، نجيب الريحاني. فكنت يوميا أنا بالليل أروح للسينما، لأنه أبويا كان موظف كبير مثلا في المدينة بطويريج، فكنت من أدخل السينما بلاش يعني، إلي كرسي خاص، فأضاوع الأفلام. عشقت السينما وأنا طفل في الابتدائية. بعدين انتقلنا إلى بغداد، أبويا موظف، انتقل لبغداد، صار موظف في بغداد. أنا انتقلت لبغداد. بغداد من العواصم التي تمتلك 82 دار عرض سينما في ذاك الوقت. 82 دار عرض، ترى مسألة كبيرة كلش، وبغداد رقم خيالي. فكنت أنا دائما أخلص المدرسة أروح، لازم يوميا أشوف فيلم وأكتب بالبيت، وأنا بالابتدائية أو بالمتوسطة، وأكتب مذكرات على الأفلام، فلان فيلم، فلان فيلم، توني اليوم شفت فيلم مثلا القرصان والأحمر وتوني كيرتس وهكذا، فأكتب مذكرات من ذاك الوقت أنا. فبدت عندي حب السينما، وبالحقيقة هو مو حب السينما أستاذ يوسف، ما كان حب السينما، كان عشق السينما، كنت أعشق السينما. لذلك ضغطت على أهلي ودخلت معهد الفنون الجميلة، الدورة الثالثة كانت الصباحي، هسه هو مفتوح يعني، قبل 3 سنوات انفتح المعهد، أنا حصلت الدورة الثالثة، دخلت المعهد، كان الله يرحمه الأستاذ حق الشبلي، الله يرحمه. وبالطبع بالبيت رفضوا لأنه عيب فنان، شلون عيب، كان قبل ذاك الوقت الفنان. دخلت المعهد ووافقوا وحبيت معه، وكنت أطلع أول بصف الأول وبالثاني وبالثالث، طلعت أول على دورتي وخلصت المعهد ودخلت أكاديمية الفنون الجميلة. انفتحت الأكاديمية عام 62، عام 61 أنا دخلت أحد الطلاب، أنا وعمانويل يعقوب رسام الله يرحمه، الله يرحمه، وليلى العطار قسم التشكيليين كانت يعني الله يرحمها. فدخلنا دورة إحنا 9 طلاب في الأكاديمية، كانت الأكاديمية بيت صغير 10، يدرسونا أحسن الأساتذة بذاك الوقت، عبد الجبار ولي كان يعني يدرسنا، جعفر علي الله يرحمه هسه هو جاي من أمريكا جاي يدرسنا، إبراهيم جلال كان يدرسنا ولو هو اختصاصه مسرح بس عنده خلفية بالسينما، كان يدرسنا
جاسم العبودي الله يرحمه كان يدرسنا، أسعد عبد الرزاق كان يدرسنا، أسماء مهمة كبار، أسماء كبيرة حتى باللغة الإنجليزية، كانت لغتنا الإنجليزية يريدون يسووها عالية لأنه سينما، فصارت لغتنا الإنجليزية. من ذاك الوقت أنا كنت أعشق السينما، أشق ضياء البياتي للسينما. اليوم أصبح ضياء البياتي رمز من يعني من رموز السينما العراقية. طيب أستاذ ضياء، خلينا نتحدث عن السينما العراقية يعني بالوقت الماضي بالوقت الحاضر. السينما العراقية يعني لأنه جغرافية العراق في الوطن العربي أو في العالم العربي، مصر كانت تنتج، يعني هي أم السينما مصر، فكانت تنتج أفلام. الجزائر كانت ضعيفة في الإنتاج، لبنان كانت لا يعني تنتج بالسنة أربع خمسة أفلام، سوريا ما كانت تنتج أفلام، تونس ما كانت تنتج، المغرب ما كانت تنتج، يعني الوطن العربي ما كان ينتج عدا مصر. مصر كانت أم السينما تنتج. العراق إحنا من أجينا، وأني حسوني شاب خريج أكاديمية، وجابوني قالوا لي أنت أول سينمائي، تعال أنت صير مدير السينما وسوي أفلام. قلت لهم هسه السينما دا تنتج، هي كانت تنتج بس مو أفلام روائية، تنتج أفلام ديكومنتري وثائقية. أنا قلت ما أقبل وثائقي، ما أشتغل، إذا تخلوني مدير سينما أشتغل أفلام فيتشر فيلم، أفلام روائية طويلة عالميا 93 دقيقة فيلم روائي طويل حتى أعرضه بالسينما. قالوا تقدر؟ قلت لهم أقدر. سويت خطة، قلت لهم اعطوني مهلة 3 أشهر، اعطوني مهلة، سويت خطة، سويت كادر، أكو كادر، هو مو ماكو كادر بالسينما والمسرح. وفعلا قدرت بالسنة، قمت أنتج أول سنة أنتجت فيلم الضامئون، ثاني سنة فيلمين، ثالث سنة 3 أفلام، رابع سنة 5 أفلام، سادس سنة 6 أفلام، قمت يتصاعد إنتاج الأفلام، وبقيت أنا هو أنا أطول مدير سينما، طول يعني بهاي الوظيفة بهذا المجال. أنت ميزت بشغلك طول، يسموني ملك السينما العراقية، وأشهر الأفلام أنا سويتها إنتاجها، وكنت أمثل بيها لأن أنا ممثل مشهور، فكنت أمثل أدوار صغيرة جدا، ما أفرض نفسي على المخرج، هو المخرج يقول لي يعني مسألة الفيلم توفيق صالح ويا صلاح ابو سيف ويا كل المخرجين اللي جو محمد شكري جميل، كل افلامه يعطيني ادوار صغار. فالسينما قبل، سينما تنتج افلام جيده الى عام، الى الحصار، الى الـ80، خلينا نقول 80 1983 اي 83 السينما صار عليها حصار. السينما تعيش على الفيلم الخام، الفيلم النيجاتيف، هو روحها وهو حياتها. المواد الكيميائية اللي تتحمص بها الكيميكالز يعني الفورمولا، ايضا استيراد، احنا ما عندنا هذه، كوداك منعوا استيراد الافلام هي ومواد التحميض. طيب استاذ ضياء، احنا تكلمنا عن السقوط، هي كانت فتره حصار فماكو هاي المواد السينما، هسه احنا يعني وقتنا مفتوح، يعني ماكو تطور بالسينما. ايه ورا الثلاثة، ورا عام 2003 بدأ ماكو جمرك، ماكو بكيفكم تستوردون، فبدأت السينما تنتعش. لكن شنو السينما غير السينما اللي قبل 2003؟ السينما 2003 تعتمد على الشريط السينمائي النيجاتيف والبوزيتيف والديوب نيجاتيف والانترميديت نيجاتيف، تختلف. الآن لا، الآن في التليفون، بالتليفون أنا أقدر أسوي فيلم بكاميرا بسيطة، أقدر أسوي فيلم. قبل الكاميرا ضخمة وبيها بلم حتى الصوت ما تسمه. لذلك ورا عام 2003 بدأ الإنتاج يكثر، ماكو شريط، ماكو كذا. طيب رأسا العفو، ماكو ملاحظة، اختصر العمل السينمائي القديم اللي عن نيجاتيف ذاك 92 مرحلة يمر بها الفيلم،
بينما هسه الفيلم يمر ثلاث مراحل واربع كمبيوتر صغير وكاميرا صغير يصور ومونتاج ويخلص. اها تمام. اختصر مراحل الافلام اختصر. لذلك الان انتعشت السينما، تشوف الشباب بدوا ينتجون افلام ولو قصيره، روائيه قصيره 10 دقائق 3 دقائق 11 دقيقه، بس افلام ذات قيمه ذات قيمه. الكواليتي مالها زين، الصوت زين، كل الكواليتي مال الصوت والصوره كلها، وحتى الحيل السينمائيه اللي انتم تسموها جرافيك الان جيده. وش اسمه، اذا اكو تطور في صناعه السينما، صناعه السينما. طيب استاذ، ذكرت انه قبل كانت الكاميرا ضخمه والمواد، طيب هسه تطورت صار بالتليفون كاميرا ومونتاج على السريع وخلص انا كملت الفيلم، بس نفس الجوده نفس الافلام قبل، نفس السيناريو نفس الحوار؟ لا بالطبع. ذاك الوقت كنا نستعين مثلا فيلم المساله الكبرى، نستعين بكاتب سيناريو كبير، نجيب مثلا جبر ابراهيم جبر أديب مشهور هذا، فيكتب القصة ويكتب التريتمنت مو سيناريو. نروح لندن ناخذ أشهر سيناريست بلندن إنجليزي، ها يكتب لنا السيناريو ونعطيه فلوس. كنا نستعين بخبرة عالمية حتى نسوي، نطمح نسوي أفلام كبيرة. الآن لا، شباب مثلا انت حضرتك تريد تسوي فيلم يوسف، نعم، شو تسوي؟ اخو مو تروح لندن وتعطي فلوس ملايين، لا، بامكانيتك انت تكتب، وهنا سعد هدالي كاتب السيناريو يكتب لك مثلا السيناريو ببلاش وتسوي فيلم على امكانياتكم، يختلف. نعم، بس هذا الاختلاف. تمام، احنا طبعا حديثنا ممتع وياك، لكن ناخذ فاصل. مشاهدينا احبة مستمرين وياكم، لكن بعد هذا الفاصل. ورجعنا لكم ونرحب بضيفنا الكبير ضياء. استاذ ضياء، هل لاحظت وعي الشباب بالوقت الحاضر في السينما، وخاصة بعد ما توجهت لك دعوة تعمل في السينما في البصرة؟ يعني الشباب الآن أكو فعلا يعني أكو إمكانيات وطاقات واعدة لكي يصبحون مخرجين كبار. نعم. لو أتيحت لهم فرص أكبر، مثلا أكو واحد بالحلة الكازرجي، مثلا أكو الرباعي كربلاء أنتج أخرج فيلم البنفسجية، مثلا اكو ببغداد فد خمس ست مخرجين لؤي وجماعته هذول، واكو بالبصره رعد ابو اشتر، يافذ النجار، فائز الكناني، هذول لو اتيحت لهم شباب فرصه يعني وتوفرت لهم امكانيه انتاج فيلم روائي طويل، ل لأنهم واعدين، هم واعدين يصيرون. نعم. يعني ما يصير بس محلي، يصير عربي وممكن يصير عالمي. أنا يعني من خلال تجربتي وخبرتي باوعتهم وأشرت، بالحقيقة أشرت حتى في الموسوعة أشرت أكو هناك شباب سيصبحون مخرجين كبار لو أرسن ويلز وهيتشكوك وغيره وغيره من المخرجين الكبار، شلون صاروا؟ غير أتيحت لهم فرصة وصاروا. وقال لهم هذول أيضا عندنا شباب مخرجين، ما أقول عليهم فطاحل حتى لا أخاف عليهم أنا، يعني لا يختارون، هم ما يختارون فعلا، ما يختارون لأنهم مثلا أبو البنفسجية كربلاء هذا يصير مخرج كبير كبير، يصير فائز الكناني بالبصرة مخرج كبير، يصير لؤي هنا عدنا، السعد شو اسمه بالحلة أكو عدنا، الخزرجي
يصيرون مخرجين كبار وأسماءهم عالمية. طيب أستاذ، لاحظت التجارب الاجتماعية للشباب هسه أكثر أفلامهم تركيزهم على الأمور الإرهاب أو النزوح، عكس إنه ما يركز على الأمور الاجتماعية ويوثقها فيلم أو حتى المقطع بسيط. أخي يوسف، يعني هي شنو؟ هو الظرف والزمن والتاريخ هو اللي يحكم نوعية إنتاج المخرج يفكر ايش يخرج. لو الحياة السموث سموث هادئة في العراق لكان تشوف مخرجين يتجهون كله للحب والغزل والحياة والأمل وأمل المستقبل، لكن احنا طلعنا من حروب، طلعنا من حروب وشبابنا طلعوا من حروب، فشي يصير عندهم؟ يصير عندهم انعكاس، مثل بالضبط مثل إيطاليا. إيطاليا من طلعت من الحرب العالمية الثانية، روسوليني وجماعته إيش قاموا يخرجون؟ قاموا يخرجون أفلام عن الحرب، انعكاس عن الحرب، يعني سارق الدراجات ومدري وولف ذا سيلا ومدري منه، كل الأفلام كانت كلها نتائج انعكاسات عن الحرب. فشبابنا أيضا تجبرهم، يعني هم مو أحد قايل لهم، الواقع اللي هم تفكيرهم مقيد، لأنه طلعنا من حرب، حرب ترى ضخمة. إحنا العراق دخل بحرب مع داعش، حرب أنهكتنا، أنهكت حتى فكريا أدمغة شبابنا. فالشاب شو يفكر؟ يفكر يسوي بس أفلام ضد الإرهاب والحرب ولا. لذلك المجتمع وما حوله هو اللي يضغط. أستاذ ضياء، هل اليوم أخرجت مخرجين وممثلين وصلتهم إلى العالمية؟ إيه، يعني هذه نقطة كلش مهمة، لازم كيف؟ لازم الجمهور يعرفها، وترى الجمهور يعرفها، قسم يعرفها وقسم ما يعرفها، بس إحنا لازم نوضحها لجمهورنا العراقي. الممثل العراقي والمخرج العراقي وحتى الفنان العراقي، الفنان العراقي شنو هو؟ مبدع، ابداع، الابداع فن والفن ابداع. احنا الممثل العراقي ممثل قوي نقول عليه بالشعبي اخو خيته، قوي يكرف القباله حتى لو ما ادري شو يصير. فعلا فيلم المساله الكبرى اخراج محمد شكري جميل، جبنا ممثل مشهور من بريطانيا اوليفر ريد، مشهور هذا أوليفر ريد، مثل دور الكولونيل في فيلم عمر المختار. كان يخاف يوم نعطي أوردر، كان مو يخاف يعني يتجبجب، نقول بالشعبي يتجبجب من أن يكون غازي التكريتي الله يرحمه الممثل أو سامي قسطان مثلا يصيرون كبار. ليش؟ قلت له واي يعني ليش بالانجليزي حشتي، قالت لي ليش تتجبجب وتتنرفز؟ قال والله تكريتي تو ماتش، يعني ممثل يعور. فعلا ممثل قوي يعور. لو اتيحت الفرصه مثلا للممثلين دول يطلعون من محليتهم عربيا يروحون وعالميا يصيرون مثل عمر الشريف، عمر الشريف مو احسن منهم الله يرحمه؟ الله يرحمه. عندنا ممثلين اقوى من عمر الشريف، بس بقوا محليا ما اتيحت لهم. وايضا المخرجين السينمائيين يعني محمد شكري جميل لو وغيره وغيره، والله يرحمه صاحب حداد مثلا او صلاح، لو اتيحت لهم الان فرصه ليطلعون من محليتهم يصيروا عربيا وعالميا يصيروا. تمام. طبعا استاذ ضياء الحديث وياك جدا ممتع، لكن خلينا ناخذ فاصل قصير. مشاهدينا احب خلينا نروح فاصل وبعدها نرجع نكمل مشوارنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا بك استاذ ضياء. اهلا بك استاذ. خلينا نتحدث عن الموسوعات. الحقيقه بعد ما يعني بعد عام 2003 والمؤسسة كبالي اللي أني مؤسسة السينما والمسرح اللي شاركت ببنائها وتشييدها
أنا والأستاذ الله يرحمه الأديب الفنان عبد المير معلا محترقات وإحنا نسميهم الحواسن بالشعبية سرقوا كل الأفلام وكل ما موجود من وثائق سينمائية، لأنه الفيلم السينمائي يعني دوكومنتري فيشر فيلم اثنيناتهم يوثقون الفترة اللي صور بيه، مو صحيح؟ صور بيه مثلا فيلم. صار فيضان وفيلم إخباري عن الفيضان ب 52 وشون الملك طلع ووقف على السدة وشلون يوثق أحداث العراق. فلما راحت كل هاي الوثائق ما ندري وين راحت الحقيقة، ما ندري، قسم يقال أنه عد فلان وعد فلان بس هي ما نعرف يعني الله أعلم. أنا كنت بالحقيقة وأنا كنت في السينما والمسرح تعرف فترة طويلة 23 سنة مو قليلة، كنت أول أنا من عادتي وأنا طالب كنت أوثق. فبالسينما يومية من أرجع البيت بالتسعة بالليل من شغلي أوثق اليوم كذا سوينا كذا الفيلم كذا طلع التصوير للمسيب باوعت مواقع التصوير المخرج كذا مدير التصوير كذا أبو الإنارة كذا كنت أوثق. فصارت عندي الحقيقة مجموعة كبيرة من الوثائق. ضغطوا علي بعض الفنانين الله يرحمه أستاذ يوسف العاني بدر حسون فريد أستاذ سامي الله يطول عمره فاضل خليل قالوا لي إحنا جماعة المسرح ما حد يوثق، أنت بقيت بالسينما وعندك وثائق اكتبها سويها، لأنه راحت السينما. فقعدت 4 سنوات بالليل أكتب أطلع وثائق من فوق بالمكتبة مالتي وأكتب. فسويت الموسوعة، موسوعة السينما العراقية اللي هي الجزء الأول من 1909 من 1909 إلى 1913 الجزء الأول 2013 خليت فيه كل الأفلام وكل الكادر حتى السواق السائق الدرايفر يعني السائق اللي يسوق يعني شملت كل الكادر بالطبع هذا لأنه لو ما السائق أنا ما أقدر أسوي فيلم. نعم هذه يعني هاي وسيلة مساعدة عائلة يعني السائق لو ما السائق ما يقدر حد يسوي لو ما أبو الشارع ما حد يقدر أبو الصوت كلهم عناصر مهمة توثقت أسماءهم هنا في الجزء الأول والجزء الثاني موسوعة السينما العراقية والجزء الثالث نعم أيضا كتبته بس بعد عام 2013 إن شاء الله على شباط القادم 2019 أدزل المطابع ينطبع وبكل الشباب السينمائيين اللي الآن دا يشتغلون بالسينما. هذا هو الموسوعة. وأيضا عندي كتاب آخر زمن السينما العراقية اللي هو تقريبا مثل يعني مذكرات سينمائية عن ما دار بالسينما العراقية في فترة حوالي اللي أنا درت بيها. دونت كله في هذا الكتاب. شكرا لك استاذ، طبعا اليوم نورتنا. الله يحفظك. شكرا لك مره ثانيه. شكرا لك استاذ، كان الحديث ممتع وياك جدا. كلمنا عن حضرتك كلمه اخيره عن حضرتك. كلمه اخيره يعني انا ما زلت يعني اشتغل يعني مو ما اشتغل فن بس بالوسط ما اعرف الوسط فاعرف كل مخرجين الشباب الان علاقتي بيهم بالتليفونات بالحكي يستشيروني ببعض الأشغال بعض الأفكار اللي عندهم. أحضر مهرجانات، شكو مهرجانات بالعراق تصير أحضر، شكو مهرجانات برا اللي أقدر أطلع لأن صحتي ما تحمل أطلع برا. الله يعطيك الصحة والعافية. فأحضر مثلا هسه يوم 20 راح أحضر للبصرة أكو مهرجان دعوني راح أروح وأني أشكرهم الأخوان أهل البصرة على الدعوة حول أفلام الأهوار والأرض الرطبة راح أحضر يعني المكانات القريبة. فبعدني ما زلت متواصل في العمل السينمائي بس مو عمل يعني ما أقدر أشتغل. رادوني الحقيقة مستشار
بعض الافلام هسه راح ينتجوها قلت لهم ما اقدر اسف بس اعطيكم استشاره واني بالبيت لانه صحتي ما تتحمل عمري صار 82 سنه يعني مو طولة العمر ان شاء الله. انت مجرد ذكر اسمك بالسينما والمسرح هذا يعني فخر انه كنا كمواطن عراقي وصل اسم السينما العراقيه للنجوميه طبعا.